مش بيقول لك كده لما بنقعد نغني وتسمع علي الحجار وهو بيقول لك ايه؟ اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. كان يقصد ايه بالحلواني؟ يقصد ان مصر بجمالها برموزها بناسها هم اللي صنعوا هذا الجمال لمصر. في ليله كده ساحره على خشبه المسرح القومي اجتمعت مشاعر حلوه جدا، كلها حب وامتنان بين اصدقاء عمر للفنان القدير رشوان توفيق. ومين يعني مين ما يحبش رشوان توفيق زي ما بيقول؟ احتفاليه كانت كبيره جدا، وطبعا كرم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبيه الفنان القدير رشوان توفيق، وطبعا ده برئاسه الفنان ايهاب فهمي. وانا سعيده جدا ان هم الحقيقه عملوا هذا التكريم ورعايه طبعا سيده وزيره الثقافه الدكتوره نيفين الكيلاني، وطبعا تحت اشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي. وطبعا وسط حفاوة بقى والزملاء والأبناء والفنانين، كل الناس كانت تصفق للقدير رشوان توفيق. أنا قلت لكم في البداية هو مش ضيفي، الحقيقة كلنا النهاردة وفريق العمل بتاعي إحنا ضيوفه في حالة امتنان شديد جدا. مساء الخير. نور يا حبيبتي، بس يعني بجد يعني أنا سعيدة جدا وأنا قلت إحنا اللي ضيوف، إحنا اللي ضيوف عندك لأن ده بيتك. ده مرقتك طبعا. انا جزء من هذا المبنى، انا بعتبر نفسي حياتي هذا المبنى. دخلت وانا عندي 23 سنه في اول يوم افتتاح. دخلت بقى ايه في الستين؟ دخلت 60 سنه 60 يوم 23 يونيو 60 اول يوم ادخل المبنى، وكان طبعا ما فيش حاجه خالص طبعا. انا وعزت رحمه الله عليه والمخرج الكبير احمد توفيق وكان احمد طنط، بس ليله الافتتاح كان احمد توفيق هو المدير الاستوديو ساعتها. يعني كان استوديو ايه يا استاذ؟ استوديو واحد، ما كانش فيه غير واحد، استوديو واحد بس واربعة. ما كانش لسه استوديو 10 ده موجود طبعا. مثلت فيه كتير بس هنرجع له احنا عايزين بس فيه. واحد كان فيه استوديو واحد واربعه فقط في المبنى، بس اربعه بنذيع منه نشرات الاخبار فقط. بالظبط. وبعدين وكانت هي نشرة واحدة ولا نشرتين؟ لا، كان لأنه كان بيبدأ بعد الظهر التلفزيون. الصبح والتسعة برضه وستة موجود. كان موجود ستة وتسعة. الأخبار شيء أساسي جدا في هذا المبنى يعني. فكان استوديو أربعة ده خاص بالأخبار والبرامج الإيه؟ الصغيرة، التوك شو الصغيرة. طب قول لي لو أنت داخل كده وأنت ماشي تلفزيون مصر بقى، حسيت ان انت هتبقى رشوان توفيق؟ انت كنت لسه الشاب الصغير، كنت خلصت البكالوريوس طبعا المعهد وتخرجت وحصلت على درجه البكالوريوس، لكن كنت حاسس انك هتبقى رشوان توفيق؟ لا، هو انا حياتي كلها كفاح بشرف. صح. يعني ربنا تبارك وتعالى اكرمنا بالتلفزيون. لان كان خريج المعهد العالي في المسرحيه كلهم بيشتغلوا في وظائف في مصالح حكوميه، وهم خارج مع التمثيل بالثانويه عامه، مع التمثيل ما حدش بياخده كمان، يعني مش مهمه بالنسبه لهم. فالتلفزيون هو النور اللي ربنا بعته لنا عشان ينقذ هذه الاجيال. فاحنا كان حظنا السعيد ان انا اتعينت 23 يوليو، كنت في المبنى، اشتغلت بقى مدير استوديو، اشتغلت مساعد مخرج لكمال ابو العيله، كل اللي بشتغله على فكره بميتي بس. يعني كنت في الاول ده قبل التمثيل؟ لا قبل كل ده قبل كنت التمثيل. وظائف اداريه في الاول؟ لا التمثيل، وبعدين مساعد مخرج كمال ابو العيله. مساعد مخرج كمال ابو العيله ساعدني ان انا كنت بيخليني اعمل الديكور ووزع كاس الممثلين، وهو كان ملك المونتاج في مصر طبعا، اشهر مونتير عبقريه. طبعا. وبعدين دخلت امتحان المذيعين كمان، ده فنجحت كمذيع مع اساس مع ابناء المبنى بقى اللي قعدوا فيه. كان مين وقتها؟ محمد رجائي. محمد رجائي كان. أيوة. طبعا انا زعت قبل رجائي وقبل هي اقول للناس محمد رجائي اللي كان عامل فوازير وكان رئيس تلفزيون ورئيس قناه طبعا، ووائل عبد المجيد. انا زعت قبلهم على فكره، لان انا كان تدريب قاسي. فاكر انت قلت ايه اول ما كنت مذيع؟ اول جمله قلتها؟ لا، انا اول يعني قدمت ايه وقتها؟ اول كان برنامج مش فاكر، بس كان برنامج الشباب، وكان المخرج بتاعي مين بقى؟ مين؟ حسين كمال. حسين كمال كان هو المخرج؟
احنا كنا شبان صغيرين كلنا مع بعض طبعا يعني. حسين كان مخرج تلفزيوني، كان الحاله الكبيره امان ناشد هي اللي بتقدم برامج الشباب. ايوه. فاحنا تدريب قاسي جدا مع الاستاذ صلاح زكي طبعا، ومدام سميره الكلاني ومدام همت. طيب امتى بقى سبت انك تبقى مذيع ورحت للتمثيل؟ لا بقى بقيت مذيع واشتغلت مخ، كل دول بيشتغلوا مع بعض مع بعض واحد. في وقت واحد جينا بقى انا وعزة العلايلي واحمد توفيق، واحمد توفيق هو يعني طبعا الدماغ بتاعنا طبعا. قلت له يا احمد احنا هنا 15 واحد هنا خريج مع التمثيل قسم التمثيل مساعدين اخراج، فليه ما نعملش فرقه مسرحيه مننا على ال 15 دول ونسجل المسرحيه، احنا التلات انا والعلايلي واحمد توفيق، ونسجل المسرحيه وتذاع على شاشه التلفزيون لان كلهم نفسهم. دي كانت الافكار الاولى لفرقه المسرح التلفزيونيه، ده بقى سبب مسرح التلفزيون. أيوة. فاجتمعنا، كان المنطقه اللي فيها استوديو 9 دي بقى كان اواطيع خشب من استوديو 9 ده، خليني اقول للناس ده الدور اللي فوقينا الدور أيوة التاني. ايوه صحيح الدور التاني، كلنا اواطيع خشب كده من حسن بيه حلمي رحمه الله عليه لغايه احنا بقى الصغيرين جنبينا مدام همت والاستاذ صلاح زكي وكل دول، كلنا في اواطيع خشب كنا شايفين بعض كده مع حاجات بعض بسيطة يعني كده. اجتمعنا بتوع مع التمثيل دول وفايق اسماعيل الله يرحمه مخرج كبير وناقد فني كمان طبعا. هو انت عمال تحكي لي ناس قمم من التاريخ اللي بتقول عليهم. كتب لنا كتب المذكره، ومعانا الراحل الطيب الكريم ابراهيم الصحن يعني طبعا. الفكره عجبت الدكتور حاتم. كان دكتور حاتم وزير اعلام، انا مش هموش الخير طبعا في اي مكان، وعملته المسرحيه. لا راح هو عمل مسرح التلفزيون جاب سيد بدير بقى قال لك بس تعالوا بقى هتعملوا مسرح بجد نعمل مسرح بجد. فرق مسرحيه تمام فيها كاست بقى ايه انطلق يعني. انا اقول لك الفرقه اللي انا كنت فيها، فيها صلاح ابيل، يوسف شعبان، حمدي احمد، انا، عزت العلايلي ما شاء الله، فؤاد احمد، مجموعه الممثلين. ليه رشوان توفيق يعني احنا من اول ما شفناك لحد اخر الاعمال او انت موجود قدامي دايما الطيبه المحبه يعني ما عملتش ادوار شر؟ لا عملت ادوار شر قليله قوي قليله، بس ايه بقى لازم يبقى شكله طيب. وعلى فكره اللي هو الطيب بس من جوه الشرير ده، من جوه يبقى شرير. بس المنتجين ما كانوش بيشوفوك في ادوار الشر. انا ما عملتش الشاهد الوحيد، الناس زعلوا مني قوي. صح قوي، انت هتعمل شر ليه؟ ايوه تعمل يعني، طلع هو القاتل في الاخر. طيب مع ان الفنان الكبير محمود المليجي فضل يعمل ادوار شر وبعدين انتقل بعد كده لادوار طيب ووطني عمل العكس يعني. هل كان ممكن تعمل الشر في الاول وبعدين تروح للطيبه، ولا هم شافوا ان ملامحك فيها الطيبه اكتر؟ انا هقول لك، اتخرجت مع العلف المسرحيه بشخصيه ياجو. لما شفت ياجو لقيت ياجو كانوا مسمينه الامين ياجو من شكل ما هو طيب. ايوه. فانا شفته في الروسي وشفته مع اورسونز، انا كنت مجنون سينما يعني طبعا. فلقيت اللي في الروسي شاب صغير وسيم جدا، شاب وسيم ليل واخره. ده الليل واخره ما مثلتها في حياتي الدور. ايوه طبعا. المهم شفت فتى اول، حتى انا مرشحت نفسي عشان امتحن بيه، في ناس متفننين في زمايل يعني يعملوا ياجو، فقالوا ازاي رشوان بالطيبه دي يعمل ياجو؟ فالاستاذ علام قال لهم ده هو الاونست ياجو، هو الامين ياجو، انه لازم الناس تثق فيه ويطلع في الشر ده كله. فيطلع يعني احنا هنصدقه الطيب وبعدين يظهر الشر. عمرنا ما سمعنا عن رشوان توفيق عمل مشاكل واشتكى على اسمه او ساب العمل او عنده مشكله مع زميل، يعني وجودك في الوسط الفني كان دايما برضو الطيبه عنوانه. طول عمري ما حد اختلف معايا، وبعدين انا من نوع منضبط. يعني انا حبيب الدكتور عبد القادر حاتم من وانا كده، كان عايزة العلي الله يرحمه يقول لي الدكتور رشوان حاتم موجود ده مكان التليفون. لان الدكتور حاتم كان قبل ما يطلع المكتب يفوت على الاستوديو، انا معدي 9 8 ونص اكون قاعد في البلاتو يعني. انا قالوا لي ميعادك الساعه كذا، ضربت له تليفون قلت له الساعه 10 ونص دلوقتي انا لابس ومستنيك. قال انا واقف على الباب دلوقتي اما جيت لك. شاركت في المسلسلات اللي كانت لسه ما فيهاش مونتاج تفضلوا تشتغلوا وبعدين على الهواء زي البرنامج كده. ده احنا كنا بايه
كنا بنعمل بروفات، كان دور السابع اللي بقى مكاتب ده. كان في قاعة واسعة بيترسم فيها البلاتو. اوكي. نحفظ اولا بنعمل بروفات زي المسرح. تحفظوها ومرة واحدة. لأن لو غلطنا في الدقيقة 80 هنعيد من الأول. فكان لازم اللغة العربية سليمة، الثبات سليم. يعني كان امتحان أعصاب. حفظ زي المسرح. أيوه. ولو أنا صراع قبيل كان أعصابه قوية. فالكاميرات شوف دي عين واحدة، كان الكاميرات التانية بيها عينتين كده تبقى مقيفة. فصلاح الله يرحمه يقول لي يا رسول بيخاف الكاميرا، أنا بقى بتبقى أعصابي صاحية. فروحت لتوفيق الدقن قلت له أستاذ توفيق أنت بتعمل إيه؟ ما يقول وراه أنا بيجي لي مغص. مين أكتر ممثلة اشتغلت معاها؟ أنا؟ ولا اشتغلت مع الكل؟ أنا اشتغلت مع الكل. يعني كلهم انا بحبهم. بس اللي لها اللي دايما اشكرها بالفضل كان زيزي البدراوي. زيزي البدراوي. لان انا كنت في مدير استوديو، كانوا جايبين لنا زمان خبراء امريكان والماني دون محاضرات في الاخراج التلفزيوني. ايوه. فالمخرج الامريكي اللي كان موجود كان مساعدته الاستاذه مديحه كمال رئيس القناه الثانيه. طبعا. انت واخده بالك كان مساعدته. ما شاء الله عليك. انا بس هستاذنك، انت عارف المخرج هنا مش سهل، هو مصري مش امريكاني، بس هناخد فاصل ونرجع نكمل. انا مستمتعه ومتشرفه بالذكريات دي. لما تكون قاعد في حضره رسوان توفيق انت بيحكي ذكريات مبنى عريق، مش مبنى بس، ذكريات اعلام مصري كبير. الاعلام المصري ما طلعش كده، كان في رموز زي ما بدات وقلت لكم اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعلشان كده معانا كل الحلويات. رشوان توفيق مكمل معانا بعد فاصل قصير. رجعنا تاني معاكم زي ما قلت لكم، معايا كنز، احنا ضيوف هذا الكنز الفنان القدير رشوان توفيق اللي طبعا كرم على خشبة المسرح القومي ولسه بكمل معاه. طيب انا عايزة اعرف منك يعني الذكريات، كنت بتستعد لأعمالك ازاي لما بيجي لك الورق؟ ايه الورق اللي تقول لا انا هعمل ده وايه لا انا مش هعمله؟ لا اقراه، لازم اقراه. يعني اقرا الورق كويس قوي وبعدين اما شوفي. انا عمري ما عملت دور ندمت عليه ابدا. يعني كل الادوار بتاعتي اللي انا عملتها حتى الدور صغير لازم يعمل علامه، يعني او خمس حلقات بس الدور ما حدش ينساه. يعني لغايه دلوقتي الشباب عاملين جلباب ابي. طبعا لن اعيش في جلباب ابي بتتذاع 25 سنه او اكتر. ايوه. الشباب ينزلوا تحت البلكونات ساكن في الدور الاول كده يا استاذ رشوان يا استاذ. ايوه. ما كانوش اتولدوا. ايوه صح. لكن علشان الدراما بتتعاد. يعني دورك في جلباب قوي، دورك في الشهد والدموع. دورك انت يعني لو انا قعدت اتكلمت على المسلسلات انت عملت حاجات كتير قوي، والاعمال التاريخيه والدينيه كانت اقرب الى 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 قلبك. انا يعني الحمد لله كرمني ربي، بقعد اتكلم مع ربنا كتير قوي. طول النهار اتكلم مع الله اقول له مش عارف اوقف في فضلك، مش عارف اقف في نعمك، لو سجدت اليوم القيامه ما فيش ذره من فضلك. بكلم ربنا وانا في البيت لوحدي بكلمه كده، مش عارف اشكرك ازاي يا رب سامحني. أيوة. مش عارف اقف في نعمك عليا طول النهار اتكلم مع ربنا كده، لاني انا شوفي حياه الانسان كلها، حياتي كلها بتعدي افتكرها في ثواني. وما شاء الله انت محافظ يعني ذاكرتك متذكر كل شيء. طب لما بتتفرج على الجيل الجديد دلوقتي وهو بيعمل اعمال تاريخيه بتبقى حريص تتفرج؟ لا انا بشوف يعني شفت مثلا الامام الشافعي، شفت الفنان خالد النبوي. خالد النبوي ده ابني حبيبي. طبعا طبعا. وياسر جلال ابني. طبعا. كل الشباب دول ولادي. يعني ياسر طبعًا جلال طبعا ولادك اكيد. ياسر جلال بعتبره اول ما عمل دور في حياته كان ابني في جلباب ابي. صحيح. وخالد النبوي ده حبيبي وابني. عجبك الامام الشافعي؟ انا ما شفت حاجات منه. شفت حاجات منه. شفت حاجات منه. بس خالد النبوي ممثل عظيم. حضور غير طبيعي، بالاضافه لامكانيه فنيه بيعمل اي حاجه. انت ابن السيده زينب صح؟ ايوه شارع المبتدان. يعني ابن السيده زينب يعني ابن مصر اصيل. انا مولود في شارع المبتدان.
ما شاء الله. طيب تعالى كده نتفرج على اللحظة دي، دي لحظة تكريمك على المسرح، واقف أستاذ إيهاب فهمي وأنت كنت بتقول كلمة هنا على المسرح. إحساسك كان إيه وأنت بتكرم وناس وكانوا الأحباء كلهم موجودين؟ والمخرجة المذيعة الجميلة ما خدتش بالي إن هي لا طبعا ما كنتش عارف إن هي لأن عاملة شنيو. معلش، ما هي حبيبتنا، كلهم أحبائنا زملائنا. إيهاب حبيبي ابني ده، إيهاب ده جميل. إحساسك إيه كان بالتكريم؟ أنت واقف على خشبة المسرح اللي مثلت عليه مسرحيات كتير. ايوه مثلت عليه. الاحساس بيبقى عامل ازاي؟ يا احلى مشوار كبير. شفتي مدام سميحه قالت ايه؟ طبعا. قالت لي انا هقول لك بقى ان ما حد اللي بيتقال من ورا ظهرك. قالت لك ايه؟ احنا بنعمل سميحه يوم. ايوه قالت ايه؟ سجلها على قالت شوف بقى انا هقول لك بقى اللي بيتقال من ورا ظهرك. اللي هو ايه؟ احنا واحنا ممثله شابه بنعمل اهل الكهف. قالوا الولاد بتوع بعض التمثيل جم. بس شوف فيهم هي بتقول كده. أيوة. مش بقول عن نفسي. ايوه. فيهم واد زي القمر بس عيب ومؤدب. انت زي القمر طول عمرك يعني. طيب خليني ارجع اقول رشوان توفيق، يعني انت كنت دايما الانسان الفاضل الكريم الاب، يعني عملت دور اب بشكل متنوع، عملت شخصيات يعني كبير العيله، عملت شخصيات متنوعه، وفضلت يعني كنت حاسه انه انت ما بتمثلش، يعني حياتك في البيت شبه حياتك على الشاشه. ايوه حياتي كلها اولادي وبيتي. حياتي كلها روحك فيهم، حياتي بيتي وزوجتي رحمة الله عليها. وربنا كرمك بزوجة مشوار طويل. زوجة فاضلة وقفت في ظهرك معايا عمرها ما قالت بكرة هعمل ايه. شوفي حياتنا فوق وتحت، حياة الفن دي طبعا مشوار قاسي. راضية طول الوقت عمرها. ما هي شبهك برضو، يعني انت اخترت زوجة تشبهك. ما هي على فكره كمان فايزة احمد، وكمان ربيت بنت تشبهك، يعني هبه رشوان. رشوان توفيق بس انثى بس جدعه. وانا بحييها على احتوائها ليك. هي هبه جدعه طول عمرها، زميله ومذيعه فاضله وعظيمه، لكن في ناحيه الابوه بحس ان هي واقفه في ظهرك، هي بقت السند. هي معايا ما بتسيبنيش يعني. هي اكلت ما اكلت شربت يعني على طول. استاذ رشوان مش نفسك تعمل اي عمل فني دلوقتي؟ انا ما انا عملت فيلم بتاع اهل الكهف مع المخرج الرائع عمرو عرفه. ده الفيلم لسه هينزل قريب. لسه هينزل. عامل فيه دور جميل جدا، ادعو الله ربنا يكرمني فيه. ده بطوله خالد النبوي. ايوه. ومحمد ممدوح وغاده عادل واحمد بدير، كاست ومصطفى فهمي. كاست حلو قوي، وانا عامل في دور. انا دايما كنت بستغرب حاجه كانوا يقولوها على العظيمه، يعني الجميله اللي كانت دايما تشاع الحقيقه جمال وهي بتمثل، انه الممثل لما بيقف يمثل وتدور الكاميرا ينسى كل ما تعبه. ايوه. وينسى اي حاجه. أيوة. ويصغر يجي مليون سنه. دي حقيقه. هو انا امينه رزق. انا بعيش بالذات كنت يا فنانه العظيمه امينه رزق. انا عن نفسي امينه رزق، انا شخصيا عن نفسي انا لازم اشوف الشخصيه قبل ما اقف على الخشبه. اشوفها يعني، انا قبل ما اصور اشوف شكلي ايه، بيمشي ازاي، تتخيلها. لا واشوفه من ورق، اقعد افكر في الورق. يعني مثلا اروح المكيير قبل التصوير، الشنب شكله كذا، الهدوم يعني كل دقيق حاجه، دقيق في كل حاجه. لازم اعرف، وبعدين اشوف الشخصيه زي الليل واخره، الليل واخره. انا مين كان يخاف منك ويعمل لك حساب؟ يعني انت برضو خبره فكانوا النجوم الصغيرين لما يدخلوا كانوا يقلقوا يعني ان هم هيمثلوا قدامك يتلخبط ما يبقاش عارف. والله من دول كلمني واحد قال لي ألف ليلة وليلة بنعملها. ففي مشهدين قلت له يا ابني بعمل حاجات من دي، وقفلت الشكل. لقيت المخرج كلمني أرجوك ده الدور ده ما عادش، الدور مشهدين دول خطار، القائم الفيلم كله على المشهدين دول، مشهدين صعبين جدا. ايوه. فقلت له بعت لي الورقة، بعت لي مسكت الحلقات. هو البطولة ياسر. ايوه ياسر جلال. ياسر يقول طالع شخصيه جودر. انا بقى اللي بيتكلم عنه قبل ما يظهر. فانت هتطلع في المسلسل. ايوه مشهدين. طب دي حاجه جميله، لسه كنا بنتكلم على جودر، اذا فنان. أيوة. رشوان توفيق هيكون موجود فيه. باذن الله. طب هما مشهدين بس، مشهدين لسه المخرج كان بكلمه امبارح
قال لي شيء اكثر من رائع. وياسر قال كلمني قال لي اسكت بقى، يعني هنستمتع بيك في رمضان يا رب. طب قرب كده، عايز اسالك على حاجه. انا عايز اسالك على حاجه. نعم. يعني عايز، لانك اب وخبره وبتعشق مصر، انا عارف انك بتعشق مصر. قلقان على مصر؟ نعم. قلقان على مصر؟ والله انا شخصيا رايي الشخصي ان الرئيس السيسي حفظ مصر من الفتنه العظمى. انا بقول صحيح. الفتنه العظمى في بدايه حياته، لان الفتنه الكبرى هي التي كانت في عهد معاويه وابو وسيدنا علي. انت شايف انه ماسك زمام يعني الامور، الموقف صعب. ان ربنا يحفظ مصر في من فتنه عظمى، ان يقتتل المواطنين زي ما حصل في بعض الدول الاخرى، ان المواطن يقتل زميله او يقتل من اهله. فمصر كلها، انا في الصيف بطلع في البلكونه الاقي الشباب ماشيين في امان وسعاده. بلدنا حلوه، جنه الله عليها كده ربنا، مش احنا قال ايه اخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. طب هطلب منك طلب، انت كنت مذيع ايوه وفنان عظيم ايوه، ومصريين قلقانين ايوه، الحياه غاليه والاسعار، لا 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 لا. يعني والاسعار غاليه، بس هنعدي. اقول لك حاجه، حتى دلوقتي من ربنا سبحانه وتعالى امانه امانه ربنا سبحانه وتعالى على الرئيس بالحكمه في المرحله اللي احنا فيها دي، اللي احنا الدنيا مقلوبه وكده، وان احنا مستقرين، حافظ على مصر وامنين، حافظ على مصر كده، حافظ على البلد كده. يعني ما فيش شك ان احنا ربنا يكفينا شر خلق ويحفظ مصر بملائكته الطيبين. ان دلوقتي من الله على الفخامة السيسي بالحكمة طبعا، واضح جدا. طيب، لان وقتي خلص وانت عارف انا ملتزمة زيك بالظبط، وهعمل ايه بس هطلب منك طلب. شباب، كاميرا استاذ رشوان فين دي؟ ولا دي كاميرا حضرتك؟ في دقيقة او في 30 ثانية هتطمن المصريين علشان نختم بأمان وسلام. أقول يا ربي قبل ما تقول، عشان أنا أسلم على النت. أنا استمتعت جدا، ربنا يخليك، وتشرفت جدا ومتشرفة بيك قوي. ربنا يديك الصحة. أنت عايز تشرب مية؟ حاضر، عينيا. هذا هي حبيبتي، ميرسي يا قلبي. تشرب تمام. ميرسي. فأنا بصراحة استمتعت جدا، تشرفت جدا، وكل الفريق العمل بتاعنا مستمتع جدا. انت مشرفنا، وانت الحقيقه التلفزيون ده كان من غيرك ومن غير الناس اللي عملوه ما كانش يبقى التلفزيون ابدا. انا هشكر الناس، وما فيش كلام بعد العظيم رشوان توفيق، وزي ما قلت لكم اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني عشان الناس الحلوه دي. هتقول كلمه للمصريين؟ بس انا ما بعرفش اتكلم زيك. لا لا لا، انت بتتكلم احسن مني. هتقول كلمه للمصريين هنطمنهم ونروح انا وانت. ايوه، بلدنا باذن الله تحفظها الملائكه، وباذن الله ربنا يوفق الرئيس السيسي، لانه اعطاه الله الحكمه، ونحن كل الاعداء تنظر الى هذه الارض المباركه، فربنا حفظنا بحفظه بوجود هذا الرجل في المرحله الاولى، وفي المرحلة اللي احنا فيها أخذ من الله عليه بالحكمة. ما دخلناش في معركة بحيث ان هذا المشروعات الضخمة اللي بتتعمل في بلدنا وكل ده تخش في معركة وتوقف التقدم الاقتصادي اللي احنا هنبقى فيه. احنا هنخش مرحلة بإذن الله بعد ما نخلص، ربنا خلصنا من التجربة الاقتصادية اللي السيد رئيس الوزراء اتكلم فيها وكلم فيها، ان ربنا بإذن الله أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. المعجم بيقول، الكنوز ما خفي في باطن الأرض من أموال. مصر غنية وخيراتها كثيرة، وندعو الله جميعا أن يخرج هذا الخير على قدها الرئيس السيسي لكل المواطنين بإذن الله.